ايش هذه البطاقات يا أمينة؟ شايف رجلين كتيرة وأجسام مختلفة، يا ترى هاي لعبة جديدة يا أمينة؟ فعلا يا دبدوب، عنا مجموعتين من البطاقات وكل بطاقة عليها صورة بتكملها بطاقة من المجموعة التالية، وكل اللي علينا نعمله انه نطابق البطاقات مع بعض بحيث تتناسب الاجسام مع الاقدام. مش فاهم كيف يا امينه. يعني يا سمسم لازم نضع البطاقات الصحيحه مع بعضها بحيث مثلا يكون راس الرجل مع اقدام الرجل، راس البطه مع اقدام البطه، وهيك يعني بنطابق الصوره مع بعضها البعض. صحيح يا دبدوب. وانتو كمان بامكانكم تعملوا مثل هذه اللعبه، حاولوا تبحثوا عن الصور في المجلات القديمه، اقطعوها من الوسط والصقوها اما على كرتون او على بطاقات معايده مستعمله. فكره حلوه كتير يا امينه. فعلا يا سمسم، وبهذه الطريقه بصير عنا صور كتير. كم بطاقه عنا يا دبدوب؟ واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سبعه، ثمانيه. لحظه يا دبدوب، نسيت رقم ستة. آسف. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشرة يا أميني. ممتاز. الآن خلونا نبدأ اللعب. هذا جسم الرجل، وهدول رجلين الرجل. أيوة. نحطهم عند بعض وهيك. ممتاز. بنطابق الصورة. ممتاز يا دبدوب. خلينا نطابق صورة ثانية. حاضر. هاي كمان صورة. دبدوب بيعمل صور فعلا مضحكة. كمل يا دبدوب. أظن إنه رجلين النعامة لازم تكون هناك يا دبدوب. فعلا صح. ممتاز يا دبدوب. حمار الوحش له أربع رجلين والنعامة لها رجلتين. ايوه تمام. كمل يا دبدوب. هذا مع ايش؟ ممتاز ممتاز. الان ضل حمار الوحش. ممتاز يا دبدوب. ما بهم يا دبدوب إذا أخطأت في ترتيب الصور بالأول، لكنك رتبت البطاقات الرجل من الأول بطريقة صحيحة. وفي الأخير طابقت الصور كلياتها. فعلا فعلا هذه لعبة حلوة كتير. أنا حبيت البطة. أحيانا بنشوف البط في المزارع. صحيح يا أمينة، هذه البطة شكلها مثل بط المزارع. صحيح يا سمسم، ويمكن هذه البطة من بطات العم سليم. خالد وسوسن بعرفوا المزارع سليم، يا ترى شافوا البط في مزرعته يا أمينة؟ خلينا نشوف.